اوكي الحين بشيله. اوكي وايت تتكلم خلينا نشرب. شيخة نايمة لحد الحين؟ أول ما جات المدرسة على طول نمت لحد الحين؟ لا حلقت واجباتش ولا درستي، كلها بس نايمة هالأكياس الوصاخ قدامك من الكافتريات الدكاكين. شو أسوي لك شيخة؟ شو أسوي لك؟ هاي ما هاي ما شو؟ يلا قومي الحين ساعة 2 في الليل ها؟ ونايمة في الصالة. يلا قومي يلا يلا قومي صلي. أوكي أوكي ما أوكي ما بقوم الحين. آه تعبانة في نوم. اوكي اوكي بقوم اوكي بقوم. كل ساعة نايمة ما عاد شو اسوي فيلك. يلا قومي يلا. اوكي بيما بروح صلي. يا الله اختش اصغر عنش رجع المدرسة بس نامت ساعة وحلت واجباتها ودرست وساعياتنا وصلت بوقتها. شو اسوي لك انا؟ تعبت من انا قومش. اول شي بصلي بعدين بنظف. اوكي يما يلا روح. الحين الحمد لله صليت. انا احس نفسي وانا بدق على الكافتيريا يبوا لي اكل. اه وانا ما كنت شيء من الصبح. خلني ادق على الكافتيريا. اوه احنا ولا كافتيريا مفتوحه الا كافتيريا واحده. خلاص اوكي بطلب منهم. جيب واحد ديو واحد شاورما واحد سنوج دجاج. يس 3 3. يلا بسرعه ما في تغيير. اوه يت طلبيه بسرعه خلني اروح. الحمد لله يت الكافتيريا. خلني اشيلها يلا نزلهم تحت. وعانا اوف من الصباح ما كنت ولا شيء. خلني اكل انا خلني بسرعه اهجم عليها. طعم وايد حلو. تلفوني وين؟ اشوف شوي يوتيوب. الله احلى شي السحر. خلني اكل شاورما. اوه في حد دقيقه خليني اشوف. شيخه شو قاعد تسوي؟ ما اسوي شيء. طلبتي من الكافتيريا؟ لا لا ما طلبت من الكافتيريا. شو هذا؟ ها من امس ونمس. لا مو من امس، ها من الكافتيريا. هي صح خلاص اوكي. امي طبخت ليش ما اكلتي؟ ما احبها ها احلى. لا امي قالت لا تاكلي اشياء من المطاعم. انا اختك كبيرة لازم تسمعي كلامي. تعالي يلا كلي معي. اوكي. ولا تخبري امي اوكي؟ اوكي. مو قادرة اروح اقي الزبالة فجبت لي كيسين واحط فيه زبالتي. امي ما شافتك متعصب. اوكي اوكي الحين بشيلها. اوكي وايت تتكلم خلينا نشرب. خلصت الحين ما بلا ها وساخت شهر. يلا شوف انتي روحي شيلي الزبالة انت. ما يلا يلا مو متفاجئة. اوكي كل شيء هي ما تشيل. شو تقولين؟ ولا شيء ولا شيء. يلا شيلي كل شيء ما ابغى ولا شيء. ومسحي الطاولة بعد. اوكي امسحي الطاولة ما بي ولا وصخ. امي بتعصب علي اذا شافت وصخ. اوكي شافت وصاخة. امسحي ما بي ولا وصخ. اوكي روح تعبانة بروح انام الحين. انت كل ساعة نايمة اصلا. لا تتكلمي وايد. اوكي خليني انام تعبانة. تسوي لو واحدة ما تساعدني. ايه شو تخربطين؟ ما قصدي خلاص. نظفي نظفي تعبان انا. شو؟ انا اختش كبيرة. يلا خلني اقوم اشيك. شكرا شفا. عفوا. يعطيك العافية. الله يعافيك. شفا روحي بيلي ماي. كسولة واحدة انتي روحي جيبي ماي حالك. شكرا شفا. يلا الحمد لله شربت ماي. خليني اسعد الايفون. اوكي زين. اوه صح وين الريموت؟ خلاص بشبك من التليفون على التلفزيون. خلني اطالع افلام.
يعني طالع تلفزيون لما الصبح يجي كي بروح مدرسة سهرانة. يلا خلني اطالع تلفزيون واستانس. بس هلين الصبح بس صح علي باكر مدرسة. خلاص عادي بنام في الصف الحصة الأولى لأن الحصة الأخيرة وبرد البيت بكمل النوم. صور أبغى أتكلم لهم كلهم يخافون مني. يلا خلني أنام. في وقت المقصف بطرش بطرش مريم تروح تبي الأكل. باقي نص ساعة وتبدأ المدرسة. خليني أنام نص ساعة وبعدين أقوم. تعبان أحسن. شيخة قومي من النوم لحد الحين نايمة. أختش جاهزة ومصلاة واقفة تروح راس المدرسة الباص بيروح عليش. تعبت منش كل ساعة نايمة ما شفت بنت مثلش. يلا قومي يلا قومي تأخرت العيل الباص بيروح عليش. يلا أوكي ماجي شو تأخرت. يلا حي يلا قومي يلا شو تأخرت شو الساعة كم حي. يلا حي الساعة 7 يلا قومي عشان تلاقي الباص بي. بلبس بسرعة 5 دقايق بلبس. يا اخي تعبانة ما مسوق اسناني خليني اسوق. لا 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 تعبانة ما مسوق. شيخة يلا. اوكي اوكي يما. يلا شيخة بس بيروح. اوكي اوكي يلا اوكي يلا بسرعة بسرعة. يلا شوفي ما شاء الله تكون مثل اختك ما شاء الله عليها جهزت ولبست وانتي بعد لحد الحين ما سويت ولا شيء. يلا قومي اخر وحده تقوم كل يوم. انا اصلا لابسه ثوب المدرسه من امس ما طلعت. يلا يلا بسرعه يلا شوفها. اوكي يلا تعالي. اوكي يلا مع السلامه الله يحفظكم يهديكم يصلحكم. يلا ميا السلام عليكم. عليكم السلام. يلا ادخلوا. اوكي يما بقول لك شيء بس لا تعصبي. اول شيء قولي يما قالوا لازم تباشرتي المدرسه سووا لي استدعاء ولي امر اليوم. شو سويتي في المدرسه؟ ما سويت شيء بس ابله سويت استدعاء ولي امر قال لي انت مستواك وايد ضعيف ولازم تبي امك بكره وانا كل انام في الحصه. حسبي الله عليك حتى في الصف نايمه انتوا كله نايمه. بكره ما بي فضحتيني بعد بكره حفت فوق شف دعوني انتي ما لهاش الا المصايب. لا يما الابله قالت لي اذا ما جبتي امك ما بدخلت الصف تفضحني قدام البنات واليوم طلعتني برا قالت لي لازم تجيبين امك. اتصلت عليك انت ما تردين. حسبي الله على ابليسك خلاص بكره بشوف اذا ما عدلتي نظام نومك وما سمعتي كلامي بكره ما بروح. خلاص ما بسمع كلامك بعدل نظام نومي. وسيري نفس شفا. اوكي ما خلاص بصير نفس شفا وبعدل نومي وبسمع كلامك خلاص. تعلمي من اختك هي اصغر عنك بس ما شاء الله احسن عنك. خلاص ما بتعلم منها بس تعالي الله خليك باكر الله خليك تعالي الله يخليك تعالي باكر. قالوا ما بيدخلون يفضحوني قدام البنات والابلوات. خلاص بشوف. اوكي شكرا. شفا انت كيف ما شاء الله منظمه وقتك وشي؟ انظم وقت واحفظ قران. ما شاء الله يا شفا خلاص انا من اليوم ورايح بصير نفسك بنظم وقتي وبكل يوم بحفظ قرآن. الله يساعدك. شكرا اختي. خلاص من اليوم ورايح بتعلم منك.